برج الدلو، كيف بده يكون هيدا الأسبوع يلي بيبدأ التنين 11 شباط فبراير وبينتهي الأحد 17 شباط فبراير؟ الشمس موجودة ببرجكم كل هيدا الأسبوع، موجودة ببرجكم، وأيضا في عنا القمر بتنقل ببرج الجوزاء الصديق لكم بهيدا الأسبوع. فكيف رح بتكون الأحوال الفلكية؟ التنين والتلاتة القمر بيكون موجود ببرج الثور، يعني عم بيشكل مربع مع برجكم، يعني في احتمال انه تكونوا مشغولين بامور بتخصكم انتو، وبتكونوا فعلا ما رح اقول منطويين على ذاتكم، لكن بتكونوا مشغولين بحالكم، بعائلتكم، ببيتكم، ببعض القصص يلي بتحافظوا على خصوصياتها وما بتحبوا انه كل الناس تطلع عليها. التنين والتلاتة مع وجود القمر ببرج الثور بالبيت الرابع عندكم مع مربع مع برجكم نوعا ما بيطلب منكم التروي، الهدوء، وعدم لوم الأحبة أو الآخرين على بعض القصص والحكايات. بتكون تطولوا بالكم، بتكونوا شوي منفتحين وتتعاملوا مع الأمور بشوية مرونة. بعض مواليد برج الدلو يمكن يكون عندهم تنين وتلاتة انشغالات عائلية، احتفالات بولادة طفل، او يمكن يكون في عندهم عم بينقلوا بيت، عم بيقوموا ببعض التصليحات، ترميم بالمنزل، اخبار حلوة، ليش لا؟ ويمكن البعض يعود من سفر. الاربعاء، الخميس والجمعة حتى الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت هي الفترة الاجمل فعلا بهيدا الاسبوع، وهي الفترة الاكثر حظا. تحديدا من الاربعاء الساعة 11:30 صباحا بتوقيت بيروت، يعني 9:30 صباحا توقيت غرينتش، حتى الجمعة الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت، 2 بعد الظهر توقيت غرينتش. هيدي هي الفترة الأفضل، الأقوى حظا. العلامة اللي بعطيها لهالفترة هي تقريبا 10 على 10. أي مسألة صعبة اشتغلوا عليها بهيدي الفترة لأنكم بتنجحوا فيها بتفوق وبتميز. قووا قلبكم وكونوا جريئين. هي فترة أيضا رومانسية، هي فترة مصالحات وتسويات، بتوصل لعندكم الأمور تقريبا على طبق من فضة منا لحالة، لكن حاولوا أن أنتم تشتغلوا عليها لأنها بتزبط وبتنجحوا فيها. من الأيام المهمة جدا، ويمكن ما ترجعوا تلاقوا هالقد أيام حلوة في الأسابيع القليلة المقبلة. بدكم ترجعوا تنطروا لتحصلوا على هيك فرصة ثمينة لشهر حزيران يونيو تقريبا. إذا الأجواء حلوة، الأجواء جيدة، لكن هون حابة لكم ألفت نظركم أنه الخميس ظهرا بيوصل أمر لبرج الثور، يعني بيدخل على بيتكم، على بيتكم، منزلكم. كوكب المريخ يجلب بعض الخربطات، فكونوا حذرين مع تأثيرات كوكب المريخ بالرغم من هالأجواء الحلوة. تجنبوا التسرع في الكلام وفي تبادل الملاحظات. الجمعة الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت القمر بينتقل وبيصير موجود ببرج السرطان المائي يلي هو بيت العمل وبيت الشغل بالنسبة لكم، وبيستمر السبت والأحد. هلا اذا عم بتتابعوني من القاره الامريكيه، القمر بيكون موجود ببرج السرطان من الجمعه صباحا، فحضروا حالكم لعطله اسبوع فيها شغل، فيها تدبير بعض الامور. بعض مواليد برج الدلو بيبداوا بعمل جديد، كيف يمكن بيستلموا عمل جديد او عندهم، ما ضروري يكون عمل مهني، يمكن عندكم او بتحصلوا او بتنشغلوا بمسؤوليات عائليه او اجتماعيه. في بعض مواليد برج الدلو بيهتموا بمسائل صحيه وبيبلشوا اكسرسايز، بيبلشوا نظام غذائي جديد، بيهتموا بحالهم. اذا عاطفيا هيدا اسبوع بعتبره اسبوع كتير حلو، عائليا في لقاءات حلوه، في بدايات جديده، في صفحه جديده كتير حلوه ممتازه حتى، ومهنيا بعتبره من الاسابيع يلي بيلمع نجمكم فيها، ودراسيا قادرين ايضا تبدعوا. جميع مواليد برج الدلو بعتبرهم بهيدا الأسبوع نشيطين، قادرين، متمكنين من حالهم وبيكونوا ناجحين. وبشكل خاص مواليد 16 و17 شباط فبراير بعتبرهم الأنشط
والأسرع. وبرجع بذكركم أنه الأربعاء الخميس والجمعة هن أفضل أيام هيدا الأسبوع. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو، على أمل أنه تتابعوني يوميا بالفيديوهات اليومية على اليوتيوب، وأيضا ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يزيد عدد المشتركين. ودعكم وإلى اللقاء، باي باي.